بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. رسميا وزارة التربية تعلن عن فتح التسجيلات لشهادة التعليم الابتدائي 2020-2021 ابتداء من 3 جانفي إلى غاية 28 جانفي. قلنا كثيرة متسألوا هل هناك شهادة تعليم ابتدائي، قلنا لكم باللي رسميا راح تكون فيها شهادة تعليم ابتدائي، أو تم الإعلان رسمي من وزارة التربية وفتح التسجيلات ابتداء من 3 جانفي إلى غاية 28 جانفي بنفس الإجراءات بنفس الملف بنفس الطريقة التي كانت تتم بها سابقا. المدير هو اللي يسجل التلاميذ عن طريق الرقمنة الموجودة في المدرسة، والرجاء من التلاميذ أن يحضروا أرواحهم ويجهزوا أنفسهم لشهادة التعليم الابتدائي اللي راح تكون في أواخر السنة، اللي راح يعلن عن تاريخ إجراءها مستقبلا. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.